السلام عليكم، أهلا وسهلا، حياكم الله في آخر حلقة الليلة مع شخصية مميزة وموضوع متنوع مثل ما عودناكم في لايف بخليفة. اليوم جايبين لكم ضيف، كل المواضيع اللي مسجلها مواضيع يعني ما أدري عنكم، بس أنا شخصيا أبي أعرف الإجابة حق كل الشغلات. حلو، أستمتع والله، أستمتع لما أستضيف شخص قانوني، ثاني شخص قانوني نستضيفه في لايف بخليفة، عشان الواحد يعرف شو اللي عليه من الآخر. فرحبوا وياي في المحامي خليفة الياقوت، اللي راح يعني نشكره طبعا بالبداية على وقته، اللي راح يزيدنا ويثرينا معلومات مثل ما عودناكم في لايف بخليفة. جاهزين؟ أنا ناطر، خلينا نشوف مكان موجود. السلام عليكم. سلام الرحمة. أهلا وسهلا. أهلا أبو خليفة، أبشر. عساك بخير. قواك الله ومشكور على وقتك. الله يسلمك. أنا أول شيء يعني أشكرك على 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 وقتك، رقم واحد. رقم اثنين أشكرك على سرعة ردك، سريع سريع ما شاء الله أول ما كلمتك، فهذا شيء تشكر عليه. الله يعطيك العافية. ما الله يسلمك. الواحد يحاول بهالوقت يستغل وقته ويستمتع فيه كثر ما يقدر. يعني صحيح. معاك اكيد ان شاء الله راح نستمتع ان شاء الله. باذن الله باذن الله. زين، خلينا نعرفك على السريع. لايف بخليفه شيء سويته لانه مثل ما قلت الوقت الحين عندنا نبي نستغل، انا بنستمتع في الوقت. انا من ناحيتي انا استمتع لما اتعلم، وانت شخصيه عندك الكثير، فاحنا كثر ما نقدر، انا ما ابي اتكلم كثر ما ابي اسمع وابي اتعلم منك. عندي محاور بسيطه، عندي اسئله بسيطه، وابي استفيد كثر ما اقدر. اكثر شغلات اللي 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 بتكلم عنها، ابي اتكلم بس على السريع شخصيتك وتجاربك في الدراسه، اسف، مواضيع اللي تهم يعني الشخصيه في الدراسه، وشيء ثاني ابي اتكلم عن القضايا، ونبي نختم في التجاره الالكترونيه اللي انت الحين تقريبا نبي نركز عليها اليوم. فاول محور لما ندخل فيه، حدثنا عن رحلتك في الدراسه وشلون وصلت حق اللي انت واصل فيه اليوم. اوكي، اول شيء يعطيك العافيه ومشكور وما قصرت. احنا ما نبي الوايد يكون رسمي، نبي نسولف ويا بعض. بس اول شيء يعني اخوك محامي خليفه الياقوت، حاليا مدير شريك في مجموعه الياقوت الفوزان القانونيه. انا درست في الامارات 4 سنوات، تخرجت قانون، كنت نقابي سابق، وكنت رئيس اتحاد طلبة في دولة الإمارات. ما شاء الله. من زمان وأنا أحب يعني العمل نقابي وأحب الشغل، فعلى طول أصلا ما اتجهت حق القطاع الحكومي، دايركت اتجهت حق القطاع الخاص. ولو أن القطاع الحكومي في بعض الأماكن في شغل ممتع، لكن أنا شخصيا ما أحب القطاع الحكومي نهائيا، لأن أشوف القطاع الخاص دائما في إبداع، في ابتكار، في شيء الواحد ممكن يقدمه من قلب أكثر، يخدم نفسه ويخدم نفس الشيء يعني الكويت اللي يقدر عليه. بالنسبة حق يعني شخصيتي، أنا شخص عادي، بس إني أحب الشغل وايد، وأحب إني أنا أقدم شيء لنفسي، لأهلي، لبيتي، لي يعني ديرتي، بأي شيء أنا ممكن يعني أقدر أساعد فيه. وايد حلو، وايد حلو. تخرجت ورديت الكويت، شو اللي خلاك تصير محامي؟ شوف، في كل مكان، بكل عائلة، بكل بيت، بكل مكان، كل شخص دائما يكون عنده مثال، يكون عنده نموذج، يكون عنده أحد يقتدي فيه. ممكن يكون عندك نموذج أو تقتدي بلاعب، طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا كلنا، لكن لابد أن هناك نموذج الواحد ممكن هو يقتدي فيه، ويعني يأخذ منه أفضل الأشياء، بحيث أنه يحببه بالشيء اللي هو ممكن يبي يتجه له، أو يغير خلني أقول مفهوم الحياة بالنسبة له حق طبيعة العمل أو الشيء اللي بيتجه له. أنا شخصيا الوالد الله يرحمه يعني هو كان قدوتي في الحياة. هو كان محامي وكان نائب رئيس فتوى التشريع في 98، وبعدين اتجه حق العمل الخاص في 2003، بلش وافتتح مكتبه. وأنا نشأت في عائلة قانونية بحتة، احنا 5 اخوان كلنا متخرجين قانون ما شاء الله، 5 اخوان. اي نعم، وكلنا نمارس القانون، لكن اليوم كل واحد فينا في مجال معين. يعني عندي واحد دكتور في الجامعه، اختي برا مع يعني هم تكمل دراستها، وعندي بعد بدر اخوي اكبر مني يعني خلني اقول مدرب
قانوني مدرب نعم يعني، لكن هم يشتغل معنا في المكتب. عندي بعد محمد الصغير في الجيش، وحاليا ان شاء الله بعد يكون في السلك القانوني العسكري ان شاء الله قريب. فاحنا اصلا عائله قانونيه. وخلني اقول لك شيء، تصدق ولا واحد فينا الوالد الله يرحمه قال له روح ادرس قانون؟ وانا اقول لك بعد، في 2003 لما بلش فتح المكتب او سمى المكتب مثل الناس كلها، لما تيجي تسمي المكتب تسمي مكتب فلان الفلاني، فهو سماه مكتب حامد الياقوت. لما شاف اخواني اتجهوا حق جامعه الحقوق كليه الحقوق، قام ب 2007 قال يبا هذيلا ببتلش فيهم انا، ما ينفع اسمي مكتب حامد الياقوت. فقام وغير المكتب وسماه مجموعه الياقوت القانونيه، قال على الاقل اذا خلصوا الجامعه ايون فبالتالي تصير مجموعه وتكبر المجموعه. والحمد لله خليني اقول هذا حلم وتحقق. لكن انت عشان اصلا تصير محامي او عشان تصير قانوني او تشتغل في اي مجال، في ناس يقول لك انت محظوظ انك تشتغل في الشيء اللي تحبه. لكن خليني اقول لك ان اليوم بطبيعه الحال اي واحد هو اذا دش المجال اللي يحبه فهو اصلا محظوظ، لأن إذا اشتغلت أنت راح تشتغل بشغف، وإذا اشتغلت بشغف راح تحب هذا المجال اللي تشتغل فيه. فبالتالي دام في شغف لازم يكون في إبداع، وإذا في إبداع لازم يكون في ابتكار، بالتالي راح تذبح نفسك عشان تقدم شيء زين. فأنا أقول إني أنا الحمد لله إني محظوظ اليوم إني أنا محامي، أقول يعني يكون عندي خلني أقول يعني اشتغل في الشيء اللي انا احبه والمكان اللي انا احبه. لكن هالشيء ما يسهل ترى. 2004 خليني اقول لك قصه صغيره. في 2014 الوالد الله يرحمه صغير يعني عمره 54 سنه تقريبا، صار في بعيد الشر عنكم عن كل المتابعين حاشه كانسر. الكانسر يعني بعيد الشر يا رب عنكم كلكم، لكن هو مرض حساس وخبيث خاصة إذا حاشك في أماكن معينة. شوف طبيعة الحال مكاتب المحاماة بالكويت مو مثل مكاتب المحاماة الأجنبية. لما أقول لك أجنبية أنا أقصد المكاتب العالمية. المكاتب المحاماة العالمية دائما يكون لها براند نيم. شفت لما تروح محل خلينا نقول لوي فيتو ألفي صح؟ معروف. فانت لما داش مكان كواليتي. صح اي شيء راح تشوفه ستاندرد كواليتي. ماكو بتروح شانيل نفس الشيء مكان كواليتي، ما تشك اصلا زين مو زين. ها كل شيء زين كل شيء توب، لان اصلا هذا البراند ما يقبل الا شيء عنده توب. صحيح. اليوم في مكاتب محاماه عالميه معروفه على مستوى العالم، مجرد ما انت تشوف اصلا احرفها تدري ان هذا المكتب الفلاني. كل الناس تتعامل وياه ليش؟ مو بس لأن الشخص هو ممتاز، لا، لأن أصلاً هذا المكتب ما يقبل أي حد. يقول لك أنا ترى ما أقبل إلا هارفرد، خريج هارفرد، أنا ما أقبل إلا من هالجامعة، ما أقبل إلا إن لما يكون في ناس متخرجة ويعني وافقة تماماً إن هي راح تقدم مستوى يليق بالمؤسسة. فكنا براند. براند. خلني أعطيك واقع الحال في الكويت، والأسف الشديد يعني إحنا كنا ضحية من هذه الضحايا اللي صارت معنا. الوالد الله يرحمه كان له اسم ممتاز الحمد لله واسم جاذب، ويعتبر يعني من الناس المعروفة في المجال القانوني. هو كان حتى في 2007 ل 2011 استعانوا في إدارة قانونية في بيت تمويل، خذوه انه يكون مستشار قانوني العام حق مجموعة بيته كلها كمدير إدارة قانونية، وكان يمارس عمله في مكتبه ل 2011. 2014 لما حاش الكانسر بعيد الشر عنكم، بعد سنة من العلاج ومن الكفاح ومن يعني معاناة توفى رحمة الله عليه. ليش أنا أقول لك الموضوع بخليفة؟ لأن اليوم وأنا ما أبي مكاتب المحاماة يطيحون في نفس هذه الغلطة، ولا أبي يقعون في نفس هذه الشيء اللي صار. لأن اليوم عشان أنت تنجح وتكبر وتتطور وتحافظ على بقاء مؤسستك لابد انك تعرف شلون تشتغل صح. حلو. بعد وفاته الناس كانت تيجي ليش؟ المكتب كان تقريبا 20 او 21 موظف يشتغل مستشار قانوني محامي، لكن كانوا يجون عشان الوالد.
يقول لك والله حامد الياقوت الله يرحمه هي عشانه انا اثق بحامد الياقوت. بعد وفاته 70% من خلني اقول لك احنا كنا نعتمد على الشركات 70% من موكلينا راحوا. لما انا اقول لك 70% يعني انت تتكلم عن احنا صرنا في ورطه ما بقول لك صعب جدا انك تطلع منها. يعني انت من خلني اقول من ارباح الى مديونيه دايركت خلافا انت عندك انت ماينس ما تقدر اصلا تستمر. شفت هذه الازمه اليوم عندك تخيل احنا حاشتنا مو هالازمه حاشتنا دبلات هالازمه في الفتره اللي انا اتكلم معك فيها اللي هي في 2015. فكان عندنا كان عندي انا خلني اقول لك مع اخواني خيارين، اما ان احنا نكمل في هذا المكتب او انك شو تسوي؟ تسكر المكتب. تسكر. فانت هني كتجربه يعني تحتاج احد ممكن انه يكون لازم يكون عنده شغف كبير حق الوظيفه اللي هو يشتغل فيها على اساس انه هو يعرف ويقدر يقرر ويفهم هو وين ممكن يروح وين يوصل. احنا ايش قررنا يبغى ما يخالف خلونا احنا نكافح ونشوف شنو نقدر نسوي على الاقل 6 شهور ممكن احنا نحاول نجيب عملاء نحاول احنا نرتب بالطريقه اللي احنا نقدر نرتب فيها. في هذا الوقت اخوي يوسف الدكتور الله يذكره بالخير وسلم عليه ومسي عليه كان يدرس في باريس دكتوراه يكمل في دراسته. انا كنت الوحيد الموجود في الكويت اللي انا ممكن يعني ادير هذا المكتب. كل فاتخذت قرار. صار لك كم سنة من تخرجت؟ 3 سنوات. أوه أوكي 3 سنوات شغال في المكتب 3 سنوات. إيه أوكي حلو كمل. كان المكتب في 20 واحد. أول شيء سويته قعدت مع الستاف وقلت لهم يا جماعة الخير صح في وايد موكلين مشوا وأنتوا عندكم خبر في هذا الموضوع لكن لا تحاتون إن شاء الله إحنا عندنا إمكانية إن إحنا نقود هذه يعني السفينة ونوصل فيها إلى المرحلة اللي الوالد الله يرحمه كان يطمح لها. فهم كانوا مستغربين إن كل واحد ينطر متى يتفنش. أنت اليوم عطيتهم هالانطباع وكنت أحاول أوصلها بطريقة صادقة وأكون حسن النية في هذا الشيء. شوف خليني أقول لك الدنيا مو حظوظ. خليني أقول لك إن الدنيا دائما تعتمد على الجهد، دائما تعتمد على الثقافة، دائما تعتمد على العلم، دائما تعتمد على هم الذكاء الاجتماعي. اليوم الذكاء الاجتماعي وايد مهم. أنت من خلاله ممكن تتعامل مع الناس، تعرف تتعامل وياهم، تعرف تقنعهم، تعرف توصل رسالتك اللي أنت تبي توصلها بطريقة صح وحلوة وبروفيشنال وتكتبهم. في واقعنا اللي احنا نعيشه كمحامين السمعة مو دائما تكون مصالحنا. وهذا الشيء مو بس على مستوى محلي، هذا شيء على مستوى عالمي. يعني لا حد يقول لي ترى بس الكويتيين، لا مو صحيح. هذا موجود في امريكا، موجود في بريطانيا، موجود في كل دول العالم اللي فيها احسن المحامين واحسن الجامعات القانونيه وفيها وموجوده حتى يعني في كل الدول. ولا انا اقول ان انا اقلل من هذه المهنه ابدا، لان انا دائما منظوري حق مهنه المحاماه هي مهنه الشخص هو بروحه يمثل نفسه. لا يمكن ان هناك محامين يمثلون كل المحامين، كل محامي هو يمثل نفسه، بالتالي في محامي تثق فيه وفي محامي ما تثق فيه. ما تثق فيه. فهذه فكره لازم توضح ونوصلها حق الناس. حلو. اللي سويناه ابو خليفه عشان دش بعد في المواضيع والناس ناطره ان احنا قلت انا عشان اقدر اشتغل وانا صغير وشبابي، الناس تبي واحد مشيب، تبي واحد عنده خبره، تبي واحد يعني هذا دكتور. كم عمرك؟ هذه الاشياء ذابحتنا احنا بالكويت. يعني دائما يقول لك خليني اعتمد على واحد. هذا ايش صار لمحامي؟ هذا ترى هذه مو اهم الاشياء. اهم الاشياء اليوم انك تروح حق الشخص اللي ممكن يكون هو انسب شخص لك. اكثر شخص ممكن هو يفيدك في المرحله، اكثر شخص اذا انت طحت هو يشيلك. فاحنا هني ممكن نتكلم عن جزئيه وايد مهمه، شلون قدرت انت تنجح في المكتب؟ فانا عشان سوينا سيستم. شفت اليوم كارج وطلبات شلون نجحوا؟ ايه الناس لليوم تقدر تدق على كنتاكي وتطلب منه يوصل لها، بس لا زالوا الناس يدشون كارج وطلبات عشان يطلب. يطلب. ليش؟ صح. قول لي ليش؟ لان اضافوا خدمه اللي هي التراكنج انه يشوف ايش كثر يوصل الطلب. صح.
وعشان هو عنده فضول، الواحد عنده فضول يبي يعرف متى يوصل. ها ما بي اتناجر، هذه الاشياء ما بي ادق انا بس اتعيك اوكي راح اعرف بالضبط. هذه عطتهم افضليه بالرغم من الناس كانت اصلا توصل، عطتهم افضليه انهم يوصلون مرحله مو بس متقدمه، وصلتهم مرحله يسابقون فيها الشركات الكبيره المساهمه اللي قاعد تحاول انها تكافح عشان تطلع فلوس. يوم مجموعه شباب طلعوا افكار ابداعيه ونجحوا نجاح مو طبيعي. صح. فلما جينا فكرنا قلنا ليش ما نسوي هالحركه مع المكتب؟ فقمنا ايش سوينا؟ اعطينا كل كلاينت في المكتب سواء اندفجوال ولا شركه، قلنا له يبا هذا اكسس حقك، تتابع فيه شغلنا اول باول بدون لا تدق. بدون لا تدق، كل شيء اونلاين. شوف اليوم 2020 ها احنا 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 اول مكتب اشتغل اونلاين، وعطى العميل اكسس على شغله كله، وزدنا حركه حلوه اللي هو هم تراكنج حق بالكورت، اللي هو اللي يقول لك محكمه اول درجه كذا باقي لها 50% 60% 100%. ما شاء الله الحين قاعد بامريكا تبي تتابع شغلك، المحامي مسكر وقته غير، اي ابديت اسويه يوصل له اس ام اس دايركت. اوبا شنو 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 صار احنا عندنا؟ صار عندنا ان هذا الموكل اصلا اذا ما يبي يوقع معك متحسب، بيقول لك على الاقل بجرب. فهذه الفكره سويناها. وخلني اقول لك شيء، اليوم 2020 احنا عندنا تقريبا اكثر من 95 شركه معانا ريتينر كونتراكت في المكتب. ما شاء الله ما شاء الله. المكتب فيه اكثر من 2200 قضيه من الدوله، وعندنا 43 محامي مساعد قانوني مستشار في المكتب. في 7 سنين دبلت الرقم يعني؟ لا لا مو في 5 سنوات. 5 سنين اسف، في 2015 صح. شوف انا اقول هالقصه يمكن اول مره انا اقولها، لان بالنسبه لنا هي قصه نجاح، قصه يعني كفاح. واقول الحمد لله ولك الحمد، يعني اللي كان يطمح للوالد الحمد لله احنا قاعد نحاول نكمله بالطريقه اللي احنا نشوفها مناسبه، وهذه كلها تكون بدايتي حق ان احنا ممكن نتطرق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اذا عندي كان اسئله على الامور الشخصيه جاوبتها، بس بدايه حلوه. واتمنى لك كل خير في مجالك، وان شاء الله الازمه هذه ما تاثر عليكم وايد. لا ان شاء الله ما تاثر ان شاء الله. انزين خلينا نتكلم نفس الموضوع، اذا قاعد نتكلم عن المكتب خلينا نتكلم في اغرب القضايا اللي مرت عليك واكثر قضايا معقده او غريبه. اوكي ابو خليفه، شوف المحاماه دائما فيها يعني دائما في قضايا غريبه وعجيبه، بس يا اخي في قضايا ما ابي اروح بعيد واقول لك ترى لا لا لا، خليني اقول لك قبل 3 اسابيع. حلو. دقوا علينا شركه من احد الدول الخليجيه. قالت دقوا علي تليفون الساعه 11 بالليل، الموضوع ايرجنت ايرجنت. خير يبا عسى ما شر. كان يقول احنا شركه من احد الدول الخليجيه عندنا بضاعه، هذه البضاعه احنا دائما نشتريها من مصنعنا، وهذا المصنع في احد الدول، احد الدول خلني اقول نبي ننقلها وين؟ خلني بنجلاديش. حلو. عشان الصوره تصير واضحه. حلو. هذه البضاعه بينقلونها من احد الدول الى بنجلاديش. حلو. الحين عشان ينقلونها هناك فهم اصلا صانعين هالبضاعه والملك لهم، وباعوها حق وين؟ بنجلاديش. فعشان تنتقل لهناك في وسائل نقل، واحده من الوسائل شنو؟ السفن. هذه القضيه اخذت يعني صدى اعلامي بالفتره اللي طافت، لانها نوعيه وجديده واول مره بالكويت تصير حاله مثل هالحالات. ما اقول لك القرصنه تصير في كل مكان، لكن هذا الكيس وطريقتها كانت وايد غريبه وانترستنج يعني. فقلت لهم زين شو مشكله البضاعه؟ كان يقول البضاعه خذتها احد الشركات اللي تملك سفينه، الكابتن اللي يسوق السفينه لازم يكون معاه كرو كبير. السفينه اللي انا اتكلم لك عنها هي وايد كبيره، 300 متر تقريبا 350 متر، فانت قاعد تتكلم عن سفينه عملاقه مو سفينه صغيره، وناقله بضاعه قيمتها فوق ال 11 مليون دولار. فانت قاعد تتكلم عن شيء وايد كبير وخطر، فانت اصلا عشان تنقل مثل البضاعه لازم تكون ثقه وامان، ويعني الامور هذه كلها موجوده ومتاحه. حلو. الكابتن ايش سوى؟ لما خذ البضاعه
عشان يروح بنغلاديش في شيء بالقانون وبالناس اللي تفهم بالبحرية، طبعا ما افهم بس توني تعرفت على هالاشياء، اسمها مانيفست. هذا لازم يطلع على اساس الكابتن ياخذه لما يروح حق بنغلاديش ويدش، ويكون عنده هذا مانيفست ويدخله هناك، ويعني ويكون في اعطاء البضاعه حق الناس اللي هم لهم حق فيها. شو اللي صار؟ اللي صار طال عمرك، وهالشيء يعني انا لما انقالت لي سالفه كنا حلمي، حتى ما كنت مصدق، قلت هذا شو كيف خربوا، تعال تعال المكتب نتفاهم. الكابتن والكرو قاموا اطلعوا من الدوله ما راحوا حق بنغلاديش، حلو، واختفى من التليفون ما قام يدق على التليفون. حلو. في الملاحه والبحريه ومنظمات الاي ام او هذيلا كلهم هذيل المنظمات يعرفون وين السفن وطريقتهم وملاحتها الامور هذه 24 ساعه صح. اي بس مو اي احد يعرف، يعني انا كشركه وتاجر عرفني، يعني انا علينا اتصل معاهم ما يردون علي، ادق على الشركه ترد علي اللي انا ماخذ منها البضاعه اللي انا يعني متفق وياها، ما حد قاعد يرد علي. وصار لهم فتره طويله ما حد يدري عنهم. شلون شنو صار؟ قام هذا الكابتن الحبيب اختربت عليه السفينه او هذه الباخره في البحر، قعد شهرين بالبحر يصلح بالسفينه. حلو. قعد شهرين هذا الباخره تعطلت وحاول شهرين في البحر يصلح السفينه. حلو. صلحها، تفاهم مع منه، تفاهم مع هذا المانجمنت مال الشركه مالته اللي تملك السفينه، وقال لهم يا جماعه ترى السفينه فيها وفيها وفيها، فقالوا يبا خلاص احنا بنشوف احد عشان نبيع هالسفينه سكراب باللي فيها. باللي فيها اتفقوا مع واحد هندي بالهند علشان هم يبيعون له السفينه سكراب. حلو. اتفقوا ويا على السعر واتفقوا وياه على كل شيء. كان يقول الهندي بس على شرط ما استلم السفينه فيها اي بضاعه، فالسفينه ممكن محمله بضاعتي ومحمله بضاعه ثانيه. فقال له شو اسوي؟ قال اصرفها وتعال. حلو. ايش سوى الكابتن؟ قام الكابتن قال يبا انا اقرب شيء للهند رايح شنو يمي الكويت، فقال يبا خلني شو اسوي؟ ازور مستندات العرفيه اللي هي كل المستندات اللي تدل على ان هذه البضاعه مو ملك ناس ثانيه وملكي انا. واقوم ابيعها بالكويت برخص التراب. وش اسوي بعدين؟ امشي اروح اقبض الفلوس والسلام عليكم. حلو. اللي حصل طال عمرك يا الكويت سوى الفكره هذه مالته. ويا الكويت الحين 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 ناس تقول شلون يا الكويت يعني مو لعبه سالفه. خلي اشرح لك ان الكابتن لما مكانه هو اصلا عنده امكانيات ما حد ممكن يتخيلها، كنا قاعد بالكويت يقدر يزور، يقدر يسوي، يقدر يطلع فواتير، يقدر يسوي اللي انت ما تتخيله. حلو. لكن شنو اللي يحد عن هالاشياء؟ اللي هي اخلاقيات العمل واخلاقيات الانسان، يعني بالنهايه هي جرم. وكم مره سمعنا عن احداث قرصنه وقرصنه تصير، يعني مو شيء بعيد يعني، لكن حل. القضيه هذه مو طبيعيه. حلو. اللي حصل ان قام هذا الكابتن زور واثبت ان هذه البضاعه هو يملكها. حلو. وعشان يصرف البضاعه قام عرضها على منو؟ على شركات كويتيه مهتمه في هذه المواد. حلو. صدف ان الشركه اللي تعامل اللي كلمتنا عندها زباين بالكويت. كان يقول ها هذا بضاعه صاحبنا شلون بس سعر بتنباع. فقاموا بعض الناس اللي يتعاملون زباينا اللي يتعاملون مع الشركه اللي هي جايه توكلنا وقالوا لها يا جماعه الخير اكد على المعلومه حق الناس كلهم دشوا ان هذه الشركه ان هذه الشركه مو كويتيه. شركة الأم. الشركة هذه اللي ناقل البضاعة تابعة لأحد الدول الخليجية. والشركة اللي تملك السفينة هم مو شركة كويتية. شركة تملكها أحد الدول الخليجية تختلف عن الدولتين، أوكي؟ تختلف عن شركة ولا. عشان نأكد على هالمعلومة المهمة. شو اللي حصل؟ اللي حصل إنه تواصلوا معانا الناس اللي انعرضت عليهم البضاعة. كان يقولون لهم يا جماعة الخير انتوا عارضين علينا بضاعه
بسعر رخيص، شو السالفة؟ شو سالفتكم؟ شيء مو صحيح. شلون؟ كان يقول بلى، مو جايتنا سفينة الفلانية فيها هالكثر هالكثر. شايف ها هذه سفينة شكو تجي الكويت، هاي المفروض تروح بنجلاديش، احنا صار لنا الحين دهر نحاول نوصلهم ومو قادرين نوصلهم. كان يقول لا يبا هذه احنا ايش سووا هذول الشركة اذكياء؟ قالوا يا حبيبي اطلب منهم انك بتشتري البضاعة، تكفى كل شيء يثبت ان هذه البضاعة بضاعتهم. شلون بيدشون الكويت؟ شلون بيدشون؟ طال عمرك ويسحبون كل المستندات للشركة اللي قالت لهم راح اشتري منكم بضاعة. شافوا المستندات كلها يا ابوها. كان يقول ها يلا هشوفوا، كان يشوف المستندات كلها مزورة، وعندي الاصلية وعندي المزورة. احنا بهالحالة لازم نأكد على وايد شغلة وايد مهمة. انت اليوم وايد صعب انك تسوي شيء حق سفينه للحين في البحر بس دشت المياه الكويتيه وتنطر انها تدش المينا للحين ما دشت فعشان تدش المينا ما بيدش بلويه قانونيه صغيره عشان ما بي احد بعد اشياء معينه ممكن تصير، لكن هي كانت في قائمه الانتظار للحين بتدش المينا، فهي ناطره الموافقه انها تدش وعندها موافقه انها تدش. فاحنا درينا وخبرونا، فانا دايركت ذهبت الشكوى ورحت قدمت شكوى بالنيابه العامه وشكوى في الادعاء العام، هني تسويب محاضرات عرفيه وهني خيانه امانه وهني يعني لويا، سوينا الواجب. تخيل الحين انت الفكره كانت ان احنا نسوي شنو؟ نحجز على السفينه اللي دشت مياه الكويتيه، فانا عشان احجز السفينه لازم اخذ امر قضائي. صحيح. قدمت الشكوى تاريخ 13/3/11/3 و12 المهم 11/3 صارت كورونا متى؟ 12/3 بعدها بيوم فانا كل شيء وقف، يعني انت شنو بتسوي؟ للامانه يعني دشينا شويه مشكله ان شلون احنا نقدر نحجز على السفينه. فسوي كتب حق وزير الداخليه مع الوزير الداخليه ومع الوزير المواصلات، وكلمنا الدعاء العام جزاهم الله خير بعد تحرياتهم، عطوهم كتب مباحث سلموا حق الجهات المختصه، وزير المواصلات تفاعل ويانا مشكور، وصدر امر بضبط واحضار هذه السفينه وحجزها في المينا. اوبا خلاص وحجزنا على السفينه وحجزنا على الفضاء على الكرو والكابتن وكل شيء، وعلى الكابتن والكرو. كم واحد داخل؟ عدد كبير طبعا ولا زالوا محجوزين، والقضية ما خلصت يعني، لكن الفكرة انه تم الحجز الحمد لله، واحنا الحين في مفاوضات نحن يعني ناخذ فلوسنا ان شاء الله. هذه خلني اقول لك انه يعني اغرب واكثر موضوع بالنسبة لي كان وايد يعني حلو، وبحثت فيه وايد وصرت اعرف المجال البحري ومجال مانيفست وهذا اي يعني ما نفست. عايزت اقولها صح ما رايت تضبط معي. لا ما نفست بس عندي سؤال ابي ازيدها تعقيد السالفه. تقول دولتين خليجيتين ما لهم شغل بعض، حبايب ولا في مقاطعه؟ لا في مقاطعه بعد يعني فيها زياده. انا عشان كذي ما ابي اقول الموضوع لانه اصلا لو انتشر راح تصير مشكله كبيره. اوكي خلاص نوقف عند هني ونقول ان هذه قضيه للحين هي الحين كل شيء بيد السلطات الكويتيه خلاص. طبعا اي بس يعني حقنا محفوظ يعني الحمد لله، الكابتن اعترف واقر ودز بريد في كل شيء يعني، بس عشان انا بس اللي يعني قضيه وفيها نتيجه الحمد لله، نتيجه تحققت يعني. بس هذه اول سفينه تنحجز يعني، خليني اقول لك معلومه وشهاده المؤسسات يعني الناس اللي تعاملنا وياهم، وكان موضوع نوعي وجديد وحلو. فالمحاماة دائما فيها اشياء حلوه، دائما فيها اشياء جديده ومبتكره، بس انت دائما لازم تحاول تعرف الاشياء اللي انت ممكن يعني تتعب نفسك على اساس انك تحقق غايه موكلك او تحقق له نتيجه، وهذا الشيء وايد صعب. لازم مو بس تبذل له عنايه، لازم تحاول كثر ما تقدر انك تحقق النتيجه اللي ترضيه بغض النظر حجز السفينه ما حجزت، لكن خليه يشوف ان انت سويت كل اللي تقدر عليه. وانت ما شاء الله سويته وتنحسب حقك، تنحسب والله حقك والله. هذا سبحانه وتعالى هم الظاهر نيتهم وايد زينه. حلو زين. نبي نتكلم نفس الموضوع، نبي نتعمق شويه. ابي قبل فتره كل مواضيع ساخنه اللي الحين بنتكلم فيها، قبل فتره انتشر واحد يقول ان انا انفصلت
من شركه معينه. اوكي شخص أي صح اوكي شفنا هذا الموضوع. شوف احنا بهال يعني خلنا بهالفيديو لا نصير وايد رسميين، خلنا نسولف بكل راحه. في ناس اصحاب عمل يتابعونا، في ناس موظفين يتابعونا، وانا لازم مو اراعي الوضع، لازم احنا نحاول نشخص الحاله اللي موجوده اليوم. خلنا نتفق ان في قصور تشريعي. حلو. في قصور تشريعي في القوانين اللي موجوده اللي تخص الازمه الحاليه قبل لا اطرح حق المشكله. فذاك اليوم موظف طلع وقال انا موظف كويتي وفصلوني. وكان في وافدين وما فصلوهم. طبعا مع كل احترام حق هذا الشخص، يعني مع كل احترام للشركه اللي هو يشتغل فيها، ما يعني بدون طرح حق الاسماء، لكن الموضوع وايد شدني اليوم. ما ليش الناس تدري كم عدد العاملين من القطاع الخاص؟ تكلم عن الكويتين؟ كويتين اي صح شوي. 60 70 70 عدد اي قليل. بالمقابل كم واحد يشتغل بالحكومه؟ 350 تقريبا. انت ليش الناس تروح حكومه؟ مضمون. الناس شنو تبي؟ تبي امان. تبي استقرار. تبي تحس ان هذا المكان مهما يصير الدوله وراي. صح. انا مستند على الدوله، مو مستند على اي شيء ثاني. صار اقتصاد مو شغلي، الدوله مهجومه تنزل لي راتبي كامل. زين الحين في ناس راحت حق قطاع خاص، ليش راحت حق قطاع خاص؟ اول شيء في ناس ناطره دور، في ناس لا ورك هاردر، في ناس لا يحب القطاع الخاص، في ناس لا هو يحب الشقه خلاص ابي اروح قطاع خاص. وفي شيء ثالث اللي هو وايد مهم اللي هو دعم العماله. حلو. دعم العماله اليوم يحقق لك خلني اقول عائد جيد انك انت تقدر تشتغل في القطاع الخاص. حلو. لكن شنو مشكله القطاع الخاص؟ انه هو ما في امان، ما في استقرار، لكن في المقابل ممكن يكون العائد المادي اكثر بوايد من القطاع الحكومي، يكون متغير، ممكن يكون على جهدك، ممكن على يكون دعمك، ابتكارك، ابداعك، اي نوع. طبعا في بونصات، في لويه، الشغل اكثر يختلف. Yeah. دام انت قبلت انك تشتغل في القطاع الخاص، لازم تعرف ان هذا الشيء موجود وانت معرض دائما للريسك. تدري الدولة مع دعم العمالة عشان تحافظ على شوف ان الناس تجاه تروح القطاع الخاص، في شيء سوتها اللي هو صرف بدل شنو؟ بطالة. بدل بطالة. اي صح صح, صح. ايه. متى اقروا بدل بطالة؟ اقروا في 2009. حلو. شنو قال لك؟ قال لك اذا انت راتبك 1000 وقالوك شنو؟ نعطيك 60% من راتبك. صح. صح. لمدة كثر؟ لمدة 6 أشهر طبعاً. صحيح. ما هي 6 أشهر ما تلقى لك مكان، وإذا ما لقيت لك فأنت ديوان تنطرين. ديوان صح. 6 أشهر. زين. الحين خلنا ندش في العميق. أنا كموظف عامل أشتغل في شركة طردني صاحب العمل. حلو. في فرق ما بين شيئين، عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة. حلو. خلنا نتناول جزئية عقد محدد المدة. حلو. هذا الموظف اللي تكلم، هل هو عقده محدد المدة ولا عقده غير محدد المدة؟ قانون العمل عشان شوف عشان يحافظ على الناس اللي ممكن يتعرضون مثل المسألة، اللي محدد المدة نفترض إذا أنا راتبي 5000 دينار بالشهر. حلو. اتفقوا معاي الشركة إنهم يوظفوني لمدة 5 سنوات. حلو. اشتغلت سنة وما عجبتهم. يعني هذا الشيرمن قال لي يا حبيبي مع السلامة، ما تشوف شرك قبل الباب. حلو. شنو يحق لي؟ يحق لي 4 سنوات اللي باقية. يحق لي. اي طبعا. الا اذا انا تناسلت عنهم ساتلمنت من مش عارف ايش. اذا انا تناسلت عنهم. ايه. هذا موضوع ثاني. حلو. اما اذا بيمشيني. وهذا موضوع ثاني. تتفق وياهم ان انت تاخذ جزء كبير تتفاوض وياهم من المبلغ المتبقي، هذا موضوع ثاني. خلينا نتكلم باللي يحق لك اللي ما يحق لك. يحق لك 4 سنين المتبقيه كلهم، ليش؟ انك معرض انك ما تلقى وظيفه مره ثانيه. صح. ما تشوف لما تحب المباريات؟ ايه. اوكي. لما يطلع تشيلسي. اوكي. خلينا نقول كونتي. ايه. لما مشوه. حلو. وين راح؟ مو قاعد في البيت. صح. ليش؟ لأنه عنده معاش لنهاية السنة.
أو لنهاية عقده أو شيء كذي. قصف عليهم النادي يدفعون له المتبقي من عقده. ليش؟ لأنه محدد المدة. تخيل أنت أبو خليفة، أنا الحين عندي مثلاً موظفين عندي شركة فيها مطعم مثلاً، عندي موظفين 20 موظف، 20 واحد 19 واحد عقودهم مو محددة المدة، وموظف واحد عقده اكزيكتيف، هذا الشيف كبير ما ابي اخليه، انا ما ابي اروح بحافظ عليه، تعال سنوات معي ما تطلع. حلو، هذا الموظف ابو 10 سنوات بعد 5 سنوات شفت واحد احسن منه وارخص منه بتمشي. صار لهني الموضوع عكسي عليك، مو فايده لك. طبعا الحين انت بتقول لي معقوله لو شنو يسوي انا اعطيك؟ لا لا مو معقوله، قانون العمل ننظم على اشياء انت ممكن تنهي فيها الخدمات، يعني مثال هو مو زين وهو باقيك وهو خان الامانه ولازم تثبتها. لازم يا جماعه لازم يكون كل واحد عنده قانون يستشيره، واحد يفهم بالعمل، واحد يفهم بالقانون زين، واحد شاطر ممكن يساعدك عينك. ترى لا تستخسر استشاره، لا تستخسرها، ممكن هي ساعات واحد شي يقول انا ممكن الحين ادفع شوي بس ما اخسر وايد، احسن ما انت الحين تقول لي انا ما ابي ادفع الحين لان انا توني بلش مشروعي، باشر خسارتك دبل الشيء اللي انت كنت تفكر فيه. صح، هذه يعني المنتاليتي لازم تكون كذي بهالطريقه هذه، لازم احنا نفكر ان احنا شلون ان نستثمر اكثر ما احنا نفكر شلون نخسر. ف عقد محدد المده قلت لك يحفظ لك هالشيء زين. ني حق الثاني الغير محدد المده واللي يهم شريحه كبيره بالمجتمع الكويتي اليوم، وهي معرضه لاقاله ولا معرضه يعني ايا كان من هالانواع هذه او التفنيش. اقاله معناها التفنيش. حلو، يحق لي انا كصاحب عمل افنش اي احد عدم الحاجه، عدم ما ادري شنو، اي كان. بس شنو اللي حقوقك؟ ان انت عندك 3 شهور تاخذ فيها راتب كامل. حلو، حتى لو انت مو غير هذا غير محدد، غير هذه غير محدد المده. الحين انت ابو خليفه زين، عندك واحد قال لك قلت له ما بيك، انت شنو ملزوم انك تدفع له؟ تدفع له 3 شهور كامله. اي طبعا نهايه خدمه اذا هو كان يستحق، ما بديش موضوع نهايه خدمه. 3 شهور هذيله جيت له انت قلت له زين خلاص، هل في مقابل ان انا اشتغل؟ اي قسم عليك تشتغل 3 شهور عندي. زين انا ما بيك تشتغل، ما تبي تشتغل خلاص عطني 3 شهور ابيهم فلوسي. فانت تقدر تعطيك 3 شهور وتقول لي بقعد ببيتكم، وانت بالمقابل تدور لك مكان ثاني تشتغل فيه. حلو، فلا لما تقول افصلوني فنشوني ما يبوني، بالنهايه هذا قانون العمل حط لك امور معينه انت ممكن ترتب فيها امورك وتدور لك مكان ثاني. وبعدين عندك الكويت وفرت لك موضوع دعم البطاله ولا ايا كان، بالتالي انت هذا الشيء ممكن يوفر لك يعني معيشه تكون مرتاح منها لوقت معين انك تلقى مكان ثاني تشتغل فيه. سؤال عسري بس، 3 شهور مع 6 شهور، 3 شهور اللي يعطيها صاحب العمل مع 6 شهور يعني بطاله، يعني راح تصير اول 3 شهور تاخذ هني تبدي نهايه الاستقاله بعد 3 شهور يعتبر خلاص الموظف ما له شيء. فانت 9 شهور، لان حتى دعم العماله لما تقدم استقاله في التامينات يمشي لك دعم بطاله، يمشي لك دعم عماله 3 شهور. حلو، اوكي. اذا ما لقيت وظيفه فهو ينشال دعم العماله وينزل لك بدل البطاله. اوكي، فتسع شهور تقريبا. تقريبا 9 شهور. اوكي، انزين، خلينا نتكلم. تبي خلصت من اي بالنسبه لي موضوع عقد العمل؟ تبي نسولف عن موضوع الرواتب مثلا في هذه الازمه شنو ممكن الواحد يسوي؟ ايه على السريع لان عندنا مواضيع ثانيه بعد. اوكي، شوف يعني اليوم اليوم كصاحب عمل انت بهالازمه هذه شنو 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 ممكن تسوي؟ يعني في ناس وايد ممكن تقول لك خلينا نفرق بين شيئين، بين في مشاريع الحكومه سكرتها وفي مشاريع يعني انشطتها تسكرت، في مشاريع الحكومه ما سكرتها. المشاريع اللي الحكومه سكرتها هذه ضرر اللي وقع عليها ضرر مو عادي. حلو، تالي هني في قصور تشريعي مع موضوع العامل انت شنو ممكن تسوي معاه، هل انا اعطي فلوس ما اعطي فلوس، واختلفوا القانونيين كلهم. لكن اتفقوا على شغله واحده وايد مهمه، ان هي اليوم كلنا يعني انا شخصيا
خليني أقول لك موقف صار وياي مع موكلنا. قال أول ما صارت الأزمة في ناس كانت ماخذة إجازات. وواحد من هذين الموظفين خليني أقول لك الإكزيكتيف الكبار المسافر وكان يبي يرجع ولا تصير أزمة كورونا ويسكرون المجال الجوي في الكويت. خلصت إجازته. الحين إجازته خلصت يعني هو راد الكويت يشتغل. يعني هو حاط بباله ترى أنا عندي فلوس راح أخذها بعد شهر. أنا خليت إجازة فأنا خليت راتبي. الحين أنا برجع سكر المجال الجوي. فيت استشارة شو تقول شنو ينطبق على هذا الموظف؟ فإحنا قعدنا ونقول شنو ممكن ينطبق عليه هذا الشخص أو هذا الموظف. يجينا نشوف القانون ما ينطبق على شيء كذي. فأنت هني شنو ترجع له؟ ترجع حق أحكام التمييز. ما في حكم تمييز بهالطريقة، لكن إحنا عندنا قياس واضح. شنو القياس هذا؟ تذكر الغزو؟ الغزو صارت في قضايا وايد على هالمسائل. فشنو قالوا القضاة؟ القضاة قالوا إنه طالما الموظف لا يعمل بالتالي شنو يكون حالة الموظف في مثل هذه الأحوال تنطبق عليه حالته الأجر مقابل عمل. حلو. طالما هو ما يعمل ما أقعد أجر. إذا شنو الميزة هني؟ شنو الميزة اللي الحين هو يعني الحين خلاص قاعد بمصر. شنو الشيء اللي خذاه هو امتياز؟ يعني شنو الشيء اللي هو استفاد منه من الحكم بس ما ياخذ فلوس؟ لا. قال الحكم شنو الحين؟ مثال، انت لو تغيب 7 ايام عن الوظيفه بالقانون يقول لك انت شنو؟ مفصول. حلو. هني نص على شنو؟ نقطه استمراريه العمل والعلاقه. هذه استمراريه العلاقه هي الميزه اللي اعطتها المحكمه هذا العامل، لكن هي ما عرضت ميزة انه يستحق عليها راتب. فأمنت له وظيفته لكن ما أمنت له معاشه. بالضبط. زين تعال كلمني بموضوع ثاني. الحين الحاله اللي تنطبق علي انا هنا حكومه سكرت بعض الانشطه، هل هم يستحقون الراتب ولا لا؟ تنطبق عليهم نفس الحاله الا اذا صدر تشريع خاص. المفروض يعني يصدر تشريع خاص. لازم يصدر تشريع خاص. لأن شوف اليوم في شيء اسمه قوة قاهرة. القوة القاهرة حروب وباء و بس اليوم احنا بوضع قوة قاهرة بس مو على الكل، ترى لا زال في محلات تشتغل. تشيء قوة قاهرة يعني كل شيء يقف. يعني اصلا لا يمكن انك تسوي اي شيء، كل الالتزامات واقفة. بس اليوم في ناس قاعد تشتغل بين بيتنا هني بالروضة قاعد يبنون بيوت. شغالين في ناس شغالة. فهذا مو فعشان شي قالوا لك في قوة قاهرة، في ظروف طارئة، في ظروف استثنائية، طلعت وايد حالات، عرفت؟ لكن شنو الشيء اللي احنا قلنا لهم هذا المثال وهذه كانت استشارتنا. طبعا اخواننا القانونيين يعني في ناس اعلم مني وافقه مني، لكن احنا اليوم استعنا بخبرتنا وبجهدنا ونشوف ان هذا وهذه استشارة طلعناها بتاريخ 16/3 وصار الأزمة وعلى طول الناس بدأت تصير لها مشاكل. يا ساتر. يعني شوف مكاتب المحامين أغلبها سكرت. قالت يا حبيبي أزمة واليوم قطاع خاص سكر والحكومة تقول سكروا. بس الحكومة دخلتنا بطوفة في موضوع مهم. شنو هو؟ أغلقت أنشطة وفتحت أنشطة. مثل؟ أعطيك مثال. الأنشطة اللي تسكرت صارت سهل أنهم يتهربون من عمالهم. قالوا أجر مقابل عمل، بالتالي ما قاموا يدفعون فلوس. الحكومة استثنت تقريبا 12 نشاط، منهم بعض المصانع، منهم المكاتب الإدارية. من المكاتب الإدارية في مليون شركة عندها محلات، بس المحلات مسكرة بس المكتب شغال إداري. اللي داوم بالمكتب الإداري مجبور صاحب العمل انه هو شو يسوي؟ يدفع له مات كامل. في ما في تدفع له. الحين هني نقطة وايد مهمة. ها شوف، إذا أنا كصاحب عمل أبي أعطل المنشأة هذه اللي هي مكتبي الإداري وما أخليه يشتغل، شنو أسوي بهالحالة؟ قانون العمل كان واضح وصريح في مادة 61، إذا تعمد صاحب المنشأة أو العمل أنه يعطل المنشأة أو يعطل المكان
ملزوم انه يدفع رواتب حق الموظفين. حلو. هذا قانوني زين اوكي. عاد احنا خلينا نتكلم بالمنطق. انا واحد من الناس المضطررين، يعني عندي 40 واحد المحاكم مسكره ولويا و... زين شنو ممكن اسوي؟ والله والله وفي وايد ناس، وفي ناس قاعد يسمعوني اكيد، في موظفين شنو قالوا، وفي ناس وايد موظفينهم شنو قالوا لهم. انا ادري ان انتم عندكم ظروف والناس مو قاعد تدفع والشركات عندها مشاكل ومسكره اغلبها، فيبا احنا نطلع من نفسنا اجازه بدون راتب لمده شهر، بس انت يا صاحب العمل وفر لي على الاقل شيء انا اقدر اعيش فيه. مكافاه معونه بالتراضي. بس مو يروح صاحب العمل يقول له اطلع اجازه بدون راتب، لان الموظف من حقه يقول له انا ما بيطلع اجازه بدون راتب. شوف هني كل واحد يفكر بمصلحته. في ناس راح تفكر بمصلحتهم، في ناس راح تفكر بالمصلحه العامه. فخلينا نفرق ما بين مصلحه عامه ومصلحه خاصه. مصلحه عامه من يفكر فيها؟ انت. انا صاحب المكان. المصلحه العامه يفكر فيها الموظف اللي يحس ان هذا البيت بيته، هذا المكان مكانه. الموظف اللي يدري هو اصلا مطرود مطرود، مو قاعد، مو مطول، يبقى انا القانون يقول لا قاعد. انت هني عشان كذي شوف هذه المواقف تكشف لك وايد ناس. فانت ممكن تفنشه اللي 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 ما يتعاون وياك. لما تفنشه ماكو حاجه، الظروف عندي انا مشكله، فانت حقك انك تفنش موظف، لكن انت هني ملزم انك تدفع له الراتب كامل وثلاث شهور كامله. صح. وممكن انت يعني ما انا اعيد واكرر، انت ما اقول لصاحب العمل لازم يقول حق الموظف، ما يجوز. لازم الموظف من نفسه كمصلحه خاصه يقدر ان صاحب العمل ما يقدر يستمر بهالوضع، فبالتالي عدم اخذ اجازه بدون راتب لمده معينه ممكن تكلفه خساره المكان كله. صحيح. هذا نقطه حلوه، هذا موضوع وايد مهم حق اللي يفكر انه يبي يستمر في المكان، يفكر انه يبي يكبر، يفكر الحين اليوم صاحب العمل شلون ممكن ينظر لي، شلون احنا ممكن نحقق مع بعض نتيجه زينه. هذا على اللونج تيرم. وبقول لك شيء ابو خليفه، شوف وهذا شيء وايد مهم حق المشاريع الصغيره والمتوسطه حتى الكبيره. وانا واحد من الناس لما صارت هذه الازمه سكرت المحاكم. احنا كمكتب نشتغل مو بس على الكويت، نشتغل برا وكل مكان. عندنا قسم الانجليزي شغال، العربي في اقسام بالمحاماه اللي هي استشارات وعقود وهالامور هذه كلها، هذه في شركات للحين تشتغل فشغالين، احنا ما عندنا مشكله. سواء اونلاين في البيت ولا اي مكان، اليوم الكوربريت لوير هو يشتغل في كل مكان، ما عندنا مشكله. في موضوع وايد مهم في ظل هذه الازمه، مو يقول لك في ناس تصير مليونيريه وفي ناس تفلس. زين شلون؟ انا ما اقول لك روح بوك ولا اقول لك لا، انا اقول لك لازم انت اليوم تفكر صح. تكفى كم انت بس قول لي كم مطعم كان مكسر الدنيا بالسوق في الكويت لما صارت الازمه كسر الدنيا بعد؟ في مطاعم حافظوا على تأقلم مع الوضع. تأقلم مع الوضع، شوف هذه النقطة المهمة. ليش تأقلم مع الوضع؟ لأنه ما قال أخ أنا شو أسوي الحين، ما عندي فلوس، أنا تفاجئت عندي مليون عامل، عندي ما أدري شنو مطاعمي أو راجراتي أو كل مخزون الاحتياطي كله، لا راح طلع له بوكس وما أدري شنو ضبط له أموره. اللي يسوي باستا اللي يسوي باستا بيتزهات قاعدة يبيعها بالفرن، يلو بيتزا، الشاورما اليوم وايد أمثلة عندنا ترى عجيبة مو طبيعية. صحيح. هذا الشيء خلاني أفكر شنو أقول، وأقول هالكلام حق المحامي كلهم، لأن أنا بالنهاية عندي قناعة تامة إذا أنا حاولت أني أقدم ثقافة زينة حق المجتمع القانوني، هذه الثقافة إذا طبقناها كمحامين إحنا كلنا قاعد نرفع من شأن المهنة، كلنا نستفيد، أتعابنا تزيد، المهنية تزيد، البروفيشنال يزيدون، هذا الشيء وايد لازم يكون موجود عندنا. فإحنا شنو نقول؟ نقول لازم تطبقون خطة الأزمات وخطة طوارق. شنو خطة الطوارق هذه؟ في شركات متعثرة وايد اليوم. لازم أنت تعرف شلون تسوي أبروتش حق هذيل الكومبانيز. تقدم لهم تصور شلون أنت ممكن تساعدهم، بدال لا أنت تحوس بمشاكلك وشلون تسكر إيجاراتك. لا، شوف شلون أنت ممكن تساعد الشركات اللي هي تعيش بأزمة قاعد تفكر بنفسها. فأنت بدال تفكر بمشاكلك، فكر مشاكل الناس اللي عندك شلون تساعدهم. احنا طبقنا ترى هالخطه، وانا اقول لك يمكن تنجح يمكن ما تنجح، لكن بالنهايه لازم تفكر. خلاص انت لازم تتاقلم، ما تدري خلصت الازمه
في شركات داشه طوفه، صح بتروح حق محامي بس بالنهايه بتروح حق المحامي اللي هو مهيئ نفسه اكثر، ما راح تروح حق المحامي اللي هو اصلا غايس بمشاكله. صح. وهذا شيء وايد مهم ان احنا اليوم لازم نعرف شلون نواكب التطورات والمتغيرات والظروف اللي قاعد تصير حولنا. عندك 24 ساعه باليوم، انت عندك سافك، عندك طريقتك، حاول تقرا تفكر. مليون ازمه صارت بالعالم، هالازمات شلون القانونيين حاولوا انهم يديرونها بالطريقه الصح، اللي في ناس ارتفعت ليفل وفي ناس نزلت 20 ليفل، فهذا شيء وايد مهم انا اشوفه. وايد حلو خليفة. عندي أسئلة بس نبي نمر عليهم على السريع، قال لنا 10 دقائق وأنا أبي أحفظ هالحلقة، إذا عدينا راح ينقطع، عرفت؟ زين، عندي كلامك وايد حلو، غطيت يعني وايد شغلات تتعلق في مشاريع صغيرة. سؤال الساعة، أنت قلت هو شقين اللي هم متعبين مشاريع صغيرة، الشق المصروفات اللي تتعلق في الرواتب، والشق الثاني اللي هو شق الأجارات. شلون على الأجارات؟ زين، احنا عشان هذه آخذ دقيقتين وثلاث دقائق. الإيجار، الإيجار الواحد ليش يأجر؟ عشان ينتفع. طالما هناك لا يوجد منفعة، الأصل أن شنو؟ لا يوجد مقابل، الأصل خليني أقول لك، لكن هذا مو القانون، القانون ما يقول كذي. القانون يسهل العملية لنا. بس شوف القانون كان زين في موضوع الإيجار، حط لك ثلاث نقاط رئيسية أنا كتبتها حتى. الشيء الأول اللي هو عظامك إبليس، الشيء الأول اللي هو السكني والاستثماري. السكني أنت مجبور تدفعه، لأن أنت أصلاً منتفع، منتفع قاعد. فأنا أناقض نفسي إذا قلت لك أصلاً لا تدفع حتى السكني، لا لازم تدفع السكني لأن أنت منتفع. لكن أنت عندك وسيلة التفاوض، هذه مو قانونية، هذه أتكلم معاك فيها كشكل ودي. يعني لازم اتكلم صاحب او الملاك العقار، وللاسف الشديد في ملاك ما تعاونوا، وفي يعني اتكلم عن موظفين مكتبي 90% منهم وافقوا بملاك العقارات، اي وافقوا يخفضون، خلينا نقول 20% 30 50 أي في ناس فيها خير ما شاء الله وافق. وترى لا نقول احنا والله هذيل اصحاب العقارات جشعين، لا يا جماعه، ترى حتى هم عندهم قروض، عندهم التزامات، عندهم مع البنوك. فاحنا اليوم ما نقدر نقيس كل الحالات على كل اصحاب العقارات، في ناس مقتدره في ناس مو مقتدره. هذه نقطه وايد مهمه بس ابي اوضحها. الحين هي على الاستثماري، الاستثماري قانون ماده 581 نص على انه اذا كان السلطه العامه، السلطه اذا تدخلت وقفت النشاط، ومثل اللي صاير عندنا، مثل خليني اقول لك فينيوز 360 المحلات الموجوده هناك، شو يسوي صاحب العمل؟ اذا 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 صار في بادره، طبعا لازم يكون صاحب العمل يقدم كتاب حق الاداره. الاداره هذه اذا وافقت انها تخفض جزاها الله خير وفق القانون، اذا ما وافقت نتخفض، لاحظ لازم صاحب العمل يدفع قيمه الايجار ب 20 الشهر، اذا ما وافق، اذا ما دفع يحق للمالك انه هو يخليه. بالتالي هني المالك ممكن شو يسوي؟ ممكن يرفع دعوه خلاء. طبعا اذا ما دفع في ماده بالقانون تعطي عذر حق هذا المستاجر، اذا ما دفع يثبت حق القاضي انه كانت عنده ظروف وما كان عنده فلوس انه يدفع. بالتالي القاضي شنو راح يجبره؟ راح يجبره انه هو شو يسوي؟ يدفع كل المبالغ المتاخره. وممكن بنفس الطلب يطلب من القاضي وفق الماده 581 انه المفروض القاضي عنده سلطه تقديريه انه هو يخفض قيمه الايجار. بالتالي يدفع له مبلغ معين بالمده اللي كان فيها ازمه. يحكم على حسب السلطه التقديريه اللي عنده. اي ممكن. زين خلينا نفترض اذا القاضي عطاه انه هو يدفع الفلوس كامله. حلو. ما خفض. هني الماده نفسها عطتك صلاحيه انك ترفع قضيه على الدوله. حلو. بالخسائر اللي صارت في هذه الفتره، والدوله ممكن هي تعوضك في هذه المسائل، وهاي نص عليها الماده 581 بشكل واضح وصريح في القانون المدني، ان اذا صار يعني ما صار في تفاهم وشيء من مالك، بالتالي راح يكون هناك مشكله كبيره ويرجعون يقدرون على الدوله، بالتالي يحصلون التعويض. لكن لا احد يقول لك لا تدفع فلوس، اللي يقول لك لا تدفع فلوس هذا غلط. حاول انك تحل الموضوع ودي مع المالك، لان موضوع الظرف الخاص اللي اعطاها استثناء المشرع حق القاضي لازم يكون هذا الظرف فعلا ظرف طارئ، ظرف استثنائي، اللي مثل حالتنا ما ياك فلوس كلش شلون تدفع. هذا الشيء اللي ممكن يكون مقبول. في ناس لا والله شغاله وتستخدم هالظرف، ترى القاضي ما يقبل فيه لان لازم تقدم مستندات.
وتوضح القانون. فبالتالي هي مو لعبه سالفه انك تستغل القانون على شيء مو صحيح، لا لازم تدفع المحكمه ان هذا فعلا ظرف حصل. واذا الكتاب حلو، حتى الكتاب اللي انت تستخدمه تدزه حق صاحب العقار هذا مستند، ممكن تقدمه حق القاضي تقول ترى انا طلبت من إيه. عشان شي قلت لك اول شيء تسويه يطلب يقدم كتاب حق الجماعه ويستند على القانون ويستند على الماده ويكتب هو يصيغها او اي واحد قانوني ممكن يصيغها على اساس انه ممكن يوفر يعني الجهد الصحيح في المكان الصحيح ويستخدمها في المحكمه. هذا راح اقصها بروحه، راح اخليها فيديو راح ادزه لك عشان اي احد يسالك ادفع ولا ما ادفع تقول له ثواني دز له المسؤوليه. انزين نبي على السريع تبي نتكلم عن المخاطر القانونيه تتعلق بالمشاريع الصغيره. اوه عندنا خمس دقائق ترى، وعندنا قانون دقائق. خلينا نتكلم عن والله شوف خليني اقول دقيقتين عن الافلاس ودقيقتين عن التجاره الالكترونيه ونخلص. شوف الافلاس في ابشر اول شيء كل اصحاب المشاريع الصغيره متخصصه والكبيره ان في قانون الحين ان شاء الله الفتره الجايه اسبوعين جايين وثلاث جايين راح ينقر قانون اسمه قانون الافلاس. انا تشرفني اكون واحد من الناس اللي رحت الامم المتحده ولجنه اليونيسترال اللي راجعوا القانون كامل، ومعنا وفد من مجلس على القضاء ومعنا وفد من القسم التجاري في جنيف ويانا الله يذكره بالخير الاخ احمد تقي. الحين القانون هذا شنو يعالج؟ ثلاث مشاكل رئيسيه. يعطيك فرصه تكفى كم واحد تعرف من المشاريع الصغيره المتوسطه متعثر بدون ازمه والله 70-80%. اذا اتجه عقل الافلاس فانت تعرف ان اثار الافلاس هو انتحار اجتماعي سياسي مدني كل شيء. فالتاجر مفلس خلاص ما يحق له يمارس اي عمل ديمقراطي، ما يحق له يمارس تجاره، ما يحق له نحر سياسي. القانون الجديد يعطيك اشياء وايد حلوه. شنو هي؟ اول شيء يسوي لك محكمه خاصه بالافلاس. من ضمن المحكمة الخاصة بالفلاس فيها ناس متخصصين استثماريين، متخصصين في التمويل، متخصصين في هذه المسائل الفني. لما تقول واحد خبير يعني خبير. أعطاك مسألة اسمها مسألة شو اسمها الوقتية اللي هي الإجراء مسألة التسوية الوقائية، إن إذا هو حس بالخطر صاحب العمل انه وضعه شكله بينهار ممكن يروح حق المحكمه ويطلب طلب من القاضي. المحكمه تعين له شنو؟ تعين له ناس فنيين مختصين مستشارين تحاول تدارك الموقف وتحل المساله بحيث انه ما يدش في مساله الخطر ولا مساله الافلاس وتحل المساله. اي نعم، وهذه المحكمه تندب هالناس هذيله وعلى على هذيله يديرون المشروع معاه ومن خلال يطلعهم ممكن ياخذون المبالغ اللي موجوده. دش مرحله اخطر من هذه اللي هي ما قدروا يحلون الموضوع، في شيء ثاني سووه شيء اسمه إعادة الهيكلة. تخيل بالكويت ما في شيء اسمه إعادة هيكلة شركات. هذه إعادة هيكلة أنا كمحامي أسويها، بس إعادة هيكلة وفق قانون ما في. بالتالي اليوم هذا الشيء صار موجود في المحاكم. عفواً مع القانون الجديد إن شاء الله أن أصبح هناك إعادة هيكلة للمشاريع بحيث أن المشروع اللي ممكن ينتهي ممكن يكون افضل وافضل مع الناس الفنيين والخبيرين. طبعا باقي لي دقيقتين ندش في موضوع التجاره الالكترونيه. اليوم موضوع التجاره الالكترونيه وايد مهم. شفتوا كل المشاريع اليوم اصبحت تتحول حق فجاه اي كوميرس. هذا الاي كوميرس التجاره الالكترونيه اكسايت الغانم كمثال ومطاعم كل من. في شغلتين مهمين لازم، في ناس قاعد تستخدم توقيع الكتروني مثل القانون بس على شكل غلط. ممكن يتوقع هني يتوقع على الورقه وتدز ايميل سكان وتقول يا جماعه يلا هات توقيع الكتروني وقع ودز. هذا مو صحيح. التوقيع الالكتروني لازم يكون له حمايه ولازم يتسجل في المعلومات المدنيه. واذا ما سجلت المعلومات المدنيه وتوقيع الكتروني شو راح يصير؟ راح يصير عندك مشكله ان هذا التوقيع ما راح يكون رسمي، لازم تاخذ الورقه الاصليه. فحاولوا يا جماعه الخير ان انتم تسوون توقيع الكتروني عشان تفادون مثل الازمات في المستقبل بالمعلومات المدنيه. هيئه المعلومات المدنيه في معلومات وايد يعني بس ما يمدينا الحين نقولها، لكن انا اشكر وايد. ايش رايك نطلع مره ثانيه بس نتكلم عن قانون الافلاس والتجاره الالكترونيه؟ ما عندي مشكله بس حتى لو نص ساعه. لا 10 دقائق بس كافي. 10 دقائق حلو. تبي اسكر هذه ونكمل؟ اي يلا قواك الله.